الغدير يمثل الخط الفاصل بين الحق والباطل، ويجب علينا أن نبحث حول قضية الغدير حتى يتبين الحق من الباطل. إحنا إذا أردنا أن نعرف منهج الغدير وموقع الغدير وحقيقة الغدير، يجب أن نقوم بعملية مقارنة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عندما نريد أن نعرف عظمة منهجه، يجب أن نلاحظ الجو الذي كان فيه أمير المؤمنين، الحكام الذين كانوا في عهده، الحكام الذين تقدموه، الحكام الذين تأخروا عنه في تلك الفترة. قارنوا هذا الفرد مع ذلك الفرد، وقارنوا هذا المنهج مع ذلك المنهج، يتجلى لكم جانب من جوانب عظمة أمير المؤمنين. طبعا هذا من هوان الدنيا على الله أن يقارن علي بأنداده. فأين الثريا في قصيدة عمرو بن العاص؟ فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي صلوات الله على علي؟ رجل يأتي إلى الثاني. أنا أذكر فقط هذا النموذج، ومن هذه النماذج بالألوف موجودة في التاريخ. هذا النموذج مذكور في تاريخ دمشق وفي شرح ابن أبي الحديد. يقول أنه جاء رجل إلى الثاني، وهذا الرجل كان يقال له صبيغ، وسأله سؤال، قال له: أخبرني عن الذاريات ذروة. سؤال: شنو معنى الذاريات؟ قال: الريح. قال: أخبرني عن الحاملات وقرا. قال: السحاب. قال: أخبرني عن الجاريات يسرا. قال: السفن تمشي بسهولة فوق المياه. ثم أمر به فضربه 100 ضربة. الظاهر هو ضربه، مو أمر بضربه، فضربه 100 ضربة حتى شجه وأدمى رأسه وجعل الدم يسيل على وجهه. ثم جعله في بيت، بيت يعني حجرة، حبس في مكان حتى برأ، فدعا به فضربه 100 أخرى كذلك، ثم تركه حتى برأ، خلاه بالسجن في ذاك البيت حتى برأ وطاب، ودعاه 3 فضربه 103 كذلك. ليش سأل السؤال؟ فقال صبيغ: يا فلان، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. التعذيب أحيانا الموت يكون أهون منه. فأبعده فلان إلى مصر. سجن، تعذيب، إبعاد، هذا منهج السقيفة. حقيقة هذا المنطق الطول العالم ما يضحكون علينا. عد قارنوا هذا المنهج بمنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ذلك الرجل الخارجي يقول: قاتله الله من كافر ما أفقهه. كافر ولكنه يفهم. فوثب إليه الأصحاب ليؤدبوا، قال: دعوه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالعاف. هذا منهج الغدير
وأنا أولى بالعاف، وهذا منهج السقيف. هذا الظاهر الفقيه الهمداني في كتاب مصباح الفقيه ينقل هذه الرواية، أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في صلاته فقرأ ابن الكوى خلفه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فسكت أمير المؤمنين، يعني أنت مشرك. دا يقول للقائد الأعلى للدولة أنت مشرك، وذاك يقول أنت كافر. والإمام تركهم ولم يمنعهم حتى عطاءهم، حتى راتبهم ما منعه. هذا منهج الغدير وهذا منهج السقيفة.